السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة طنجة، عروس الشمال، ودائما وأبدا كما عودناكم أننا كنصور قبل المباراة بدقائق قليلة. بقت تقريبا شي 3 دقائق على المباراة التي ستدور ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الفرنسي، والآن كناخذوا التوقعات ديال أحد المشجعين اللي كما كتلاحظوا انها حامل الرايه المغربيه، وكما كتلاحظوا يعني شكل جميل بالنسبه للرايه المغربيه اللي حاطه في المحل ديالو، ويعطينا التوقعات ديالو بالنسبه لهذه المباراه. الو، بالنسبه للمباراه هذه ان شاء الله تعالى غادي نربحوا، غادي نجيبوا، وانا كنتوقع باللي غادي نربحوا بجوج لواحد ان شاء الله. يعني بالنسبه لكم كيفاش جاتكم يعني المباراة اللي السابقة؟ المباراة السابقة كانت صعيبة بزاف وصراحة تخلينا بزاف، ولكن الحمد لله الركراكي والكيب ديالنا كانت هي في المستوى، وشرفتنا وشرفت جميع الدول العربية الحمد لله، وكنتوقعوا أحسن هذا الماتش هذا، وإن شاء الله في الفينال إن شاء الله علاش لا، كأس العالم حتى هو بكل فرح. حنا فرحانين بزاف، وكيف ما كان الحال سواء يعني ربحنا ولا خسرنا، فديجا هاد النتيجه اللي قدمها المنتخب المغربي راه نتيجه مشرفه لينا وجميع الدول العربيه كتفتخر بها وكتفتخر بها. وكيفاش جاك التشجيع ديال الامه الاسلاميه والامه العربيه؟ التشجيع لا باس به. والافارقه؟ الحمد لله كان احسن تشجيع عمره ما كان في التاريخ ديال كاس العالم. والتشجيع ديال 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 النساء والرجال والاطفال كلهم تبارك الله عليهم وزيد كل شيء تبارك الله عليهم. شكرا لكم. بالنسبه للاخت بغيت تعطينا الكلمه ديالك. شكرا جزيلا. مره اخرى متتبعي جريده شارع نيوز، ودائما وابدا كما عودناكم اننا نجول في شوارع طنجة العروس الشمال قبل بدايه المباراه التي ستدور بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. هنا كما تلاحظون إنها جولة في أهم شوارع مدينة طنجة، فارغة، الكل في البيوت في المقاهي يشجعون المنتخب. لحظات وسينطلق صفارة انطلاقة المباراة الحاسمة التي ستدور بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. هنا ساحة الأمم بمدينة طنجة، وهذا الشارع المعروف بالبولفار. لاحظوا أنه فارغ، ودائما كما نقول رغم برودة الطقس ورغم أمطار الخير فالكل في الشارع في المقاهي يشجع. كما تلاحظون سيارة الأجرة هي الوحيدة التي توجد حاليا في أهم شوارع طنجة. لحظات قليلة وتنطلق المباراة، ونحن دائما في أهم شارع لمدينة طنجة. هذه صور قبل المباراة، وبعد نهاية المباراة سنرجع لنفس المكان
في هذه اللحظات كما تلاحظون بأن الجمهور في هذه المقهى بدأ يخرج حسرة على الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. على الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي لكن هناك أمل، هناك دائما أمل. سوفيا